خلينا نروح دلوقتي مع جولتنا مع المنتخبات الافريقيه، وتحديدا هنروح مع منتخب زيمبابوي اللي هنعمل لقاء خاص زي ما احنا معودينكم بنسافر نروح بكاميرا تايم لايف وتحديدا شاشتكم كمان تايم سبورتس. هجيب لكم من جميع انحاء افريقيا كل لقاءات خاصه وحصريه وانفرادات. معانا هيكون رئيس الاتحاد زيمبابوي، هيكون فيليب تشينجو رئيس الاتحاد زيمبابوي لكره القدم للحديث عن كافه الاستعدادات لكاس الامم الافريقيه في تقريرنا القادم، وانتظرونا مره ثانيه بعد هذا اللقاء. طبعا أنا سعيد بتأهلنا، الفريق كله سعيد بهذا التأهل، فنحن سنلعب مع الأفضل في إفريقيا. نحن الآن في مرحلة التحضيرات، الفريق في معسكر للتجهيز والإعداد الجيد لهذه البطولة، فقد انتظرنا طويلا ونحن ذاهبون للمنافسة وليس فقط للمشاركة. أنا متفائل جدا، فالمسافة بين الفرق الكبرى والفرق الصغرى تتقلص في هذه البطولة، وهو ما يعني أن كل المنتخبات لديها الحظوظ نفسها للمنافسة على اللقب. سنلعب لنفوز وليس فقط للمشاركة المشرفة. إفريقيا، نحن قادمون. اهلا بكم من جديد. زي ما اتكلمنا عن منتخب المجموعه الاولى زيمبابوي والكونغو الديمقراطيه وكمان اوغندا، دلوقتي هنبتدي مع منتخبات المجموعه الثانيه وبالتحديد منتخب نيجيريا. خلينا نروح منتخب نيجيريا بيظهر في كاس الامم الافريقيه 2019 بعد ان غاب عن البطوله لمده 6 سنوات، وده علشان اخر مشاركه ليه نسخه 2013، ولكن من المنتخبات الكبيره طبعا في القاره، وحقق من الالقاب 3 مرات، القاب من عام 1980 وعام 1994 و2013، ويسعى منتخب النصور الى التتويج لهذه المره الرابعه في تاريخه، ويلقب طبعا منتخب نيجيريا بمنتخب النصور الخضراء. وتاسس طبعا عارفين المنتخب او الاتحاد النيجيري عام 1945، تأهل أول مرة هذا الموسم أو هذا العام للكان في مصر 2019. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستكمل سوين حلقتنا النهاردة، انتظرونا.